السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي طلاب مدرسة نور المعارف الإسلامية الخاصة في نافذة اللغة العربية للصف الأول ابتدائي. معكم الأستاذة مي مجدي. درسنا النهاردة هو حرف الباء. انطق وصل صوت حرف الباء بالصور المناسبة له. تعالوا نقرأ مع بعض الأول صوت حرف الباء. يلا مع بعض، قول ورايا: با با با، بي بي بي، بو بو. ودوت حرف الباء ايه؟ سكون. تعالوا ننطق صوت السورة علشان نقدر نميز الحرف. بطة ب ب، بطة بطة. طبعا حرف الباء هنا عليه فتحة، باء فتحة، ب بطة. بي بطيخ بطيخ، يبقى حرف الباء ايه؟ برافو عليك، حرف الباء كسرة. برج بو بو، برج. حدد الصوت هو حرف الباء ايه المضمون؟ بو بو، برج. ديت صورة حبل حب. طالما حرف الباء هنا وايه؟ هنا حرف الباء ساكن ملهوش صوت مفرده، لازم انطقه مع حرف الايه؟ الحاء. حبل. السؤال اللي بعده: استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف الباء. عندنا صورة برج برج، بو بو بو. مكان حرف الباء فين؟ هو اول حرف برج. حب حب حب، اول حرف حرف الحاء، وبعدين حرف الايه؟ الباء الساكن للسائلين. حرف الباء مكانه فين؟ في الاول ووسط الكلمه والاخر الكلمه، طبعا في وسط الايه؟ الكلمه. وفي الاخر صورة ايه؟ باب باب. فيها كم حرف الباء؟ طبعا فيها حرفان في اول الكلمه وفي اخر الايه؟ الكلمه. حرف الباء في اول الكلمه وفي اخر الكلمه في كلمه باب. انظر الى الصورة واكتب حرف الباء مع الضبط بالشكل. عندنا صوت حرف صورة ايه؟ بطيخ. طبعا حرف الباء الايه؟ المكسور. بطيخ بي بي، بطيخ. بالونين با، يبقى حرف الباء هنا ايه؟ هنا حرف الباء مفتوح، بالونين. حبل، حرف الباء هنا ايه؟ ساكن. وصورة برج، حرف الباء هنا مضموم. وهكذا قد نكون انتهينا من درس اليوم حرف الباء. وإلى اللقاء الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.